از اللي احنا درسنا الستراكشر اوف ان اتوم، فدلوقتي انا عاوز اتكلم معاكم على الاليمنت. الاليمنت بيتكتب بيبقى ليه سيمبل، السيمبل بتاع الاليمنت ده بيكون as an example x. x ده بيكون ليه رقمين، ده السيمبل اوف ان اليمنت بيكون ليه رقمين، رقم هنا y و z، واحد فيهم بيكون بروتون نمبر، بروتون نمبر، والتاني بيكون ماس نمبر، ماس نمبر. مش شرط نلاقي البروتون نمبر فوق والماس نمبر تحت، احيانا بيحصل في تكست بوكس معينة بيكون الماس نمبر هو اللي فوق والبروتون نمبر اللي تحت، عشان خاطر نفرق ما بين الاثنين ونعرف مين فيهم البروتون نمبر ومين فيهم الماس نمبر. انا عاوز اديكم اكزامبل زي الصوديوم، صوديوم Na ده يعتبر السيمبل اوف ذا صوديوم. صوديوم احنا قلنا عنده رقمين 11 و 23، الكلام ده هتلاقيه مكتوب في البريدكت تيبل، والبريدكت تيبل هيكون موجود في الامتحان، فمش شرط ان انت تحفظ كل حاجه، بس اهم حاجه تعرف ازاي تفرق ما بين البروتون نمبر والماس نمبر. الرقم الصغير ده بيكون بروتون نمبر، والرقم الكبير ده بيكون ماس نمبر. يبقى انا دلوقتي مش شرط الاقي البروتون نمبر فوق او تحت، انا عارف ان الرقم الصغير دايما بيكون بروتون نمبر والرقم الكبير دايما بيكون الماس نمبر. الاكسبشن الوحيد في الرول دي الهيدروجين، لان الهيدروجين عنده الاثنين قد بعض، عنده 1 بروتون نمبر وعنده 1 ماس نمبر. في الليسون النهارده هنتكلم مور على البروتون نمبر، فهو ده هيكون المين ديل بتاعنا. فانا عاوز اخد نفس الاكزامبل بتاع الصوديوم اللي هو Na 11، ده قلنا اسمه بروتون نمبر. طب يا ترى ليه اسم تاني؟ هو ليه اسم تاني فعلا، ممكن اسميه اتوميك نمبر. طيب البروتون نمبر او الاتوميك نمبر ده بيدل على ايه؟ يعني انا افهم ايه لما الاقي البروتون نمبر او الاتوميك نمبر. البروتون نمبر او الاتوميك نمبر هو نفس النمبر بتاع البروتونز الموجودين جوه النيوكليوس، وهو نفس النمبر بتاع الالكترونز. بس الكلام ده في اي كيس سبيشال الالكترونز في النيوترال اتوم. يعني ايه نيوترال اتوم؟ يعني لما يكون عندي النمبر اوف بروتون ايكوال نمبر اوف الكترون الاوفرول تشارج بتاعت الاتوم زيرو، فده اقدر اقول عليه الاتوميك نمبر، او ده بيكون نفس النمبر بتاع الالكترون. ليه انا بقول كده؟ لان احيانا الاليمنتس بتعمل لوز وجين للالكترونز في الكيميكال رياكشن، فعشان خاطر تبقى فاهم فبنقول الاتوميك نمبر هو النمبر اوف بروتونز 100%، البروتون مش هيتغير، ف 100% تقدر تجيب النمبر اوف اتوميك نمبر من النمبر اوف بروتونز، ده 100% مفيش اي تغيير. و 100% تقدر تعرف النمبر اوف الكترونز عن طريق الاتوميك نمبر في النيوترال اتوم، يعني لو الاتوم مكتوبه زي الصوديوم كده. لكن as an example لو شفت الصوديوم عليه تشارج زي كده مثلا، دي كده مش نيوترال، ده كده بقت بوزيتيف ايون. اوكي، والبوزيتيف ايون ده بيكون ليه حسابات تانيه، كالكوليشنز تانيه هناخدها بعدين. فما اقدرش اقول ان ال 11 دي النمبر اوف الكترونز. لو قلت ال 11 دي نمبر اوف الكترونز هقول لك نو ذاتس رونج. ليه؟ لان دي عندها تشارج. اوكي، فاحنا برضو بنتكلم تاني على الايه، بنتكلم على النيوترال اتوم. تاني البروتون نمبر او الاتوميك نمبر هو النمبر اوف بروتونز او النمبر اوف الكترونز. ولو قلت الكترونز لازم ابقى اكون عارف ان انا بتكلم على نيوترال اتوم، ما بتكلمش على اي اتوم، بتكلم على اتوم نيوترال، يعني عندها البوزيتيف ايكوال تو النيجاتيف. البروتون نمبر او الاتوميك نمبر مهم جدا في الكيميكال رياكشن، لان في الكيميكال رياكشنز الالكترونز هي هتبتدي تتغير، ممكن يحصل لها لوس، ممكن يحصل لها جين،
فبعمل monitoring أو modifying لل number of electron based على الاتوميك نمبر وبيزد على التشارج. بس اخر الفيديو انا عاوزك تبقى عارف ان البروتون نمبر is the number of protons found inside the nucleus and the number of electrons found outside the nucleus in a neutral atom.